أحبتي في الله، سلام الله عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى أنكم تفاعلوا معه إيجابيا. خليوا اللايكات ديالكم والتعاليق وبارتاجيوه مع الأهل ديالكم وأصدقائكم، وجزاكم الله كل خير. خوتي خواتاتي، السلام عليكم. أخيرا ظهر الحق وزهق الباطل، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أخيرا أخوتي، القضية ديال سعد المجرد والخيوط ديالها تفككات. أخيرا أخيرا أخوتي، والله العظيم لا أنا فرحانة، فرحانة لأنني من أحد الفانز ديال سعد المجرد وأحد المحبين ديال سعد المجرد بحالي بحال الكثير والكثير 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 من المغاربة اللي كيحبوا سعد المجرد، سواء الأغاني ديالو الغزالة وسواء كذلك الشخصية ديالو، أنه إنسان متربي مخلق يعني متواضع، واحد الإنسان اللي اش غنقول لكم اللي كيمثل الفن المغربي في جميع دول العالم. سعد المجرد هو واحد الفنان مغربي غني عن التعريف، العالم كامل أخوتي كيعرف شكون هو سعد المجرد وكيحب الأغاني ديال سعد المجرد، وكاملين أخوتي عارفين القضية اللي داز منها هذا الفنان هذا والصعوبات اللي داز منها، وأنه وصل حتى لحد أنه تم اعتقاله ودوز شحال من شهر في الحبس ظلما وعدوانا أخوتي، ظلما وعدوانا. اليوم أخوتي وأنا كنتصفح وسائل التواصل الاجتماعي كنطيح على واحد المقالة خطيرة جدا أخوتي، وغادي نبشركم بالخير، غادي نبشركم بالخير أخوتي. المقالة هي من جريدة الجريدة 24، المقالة هي بعنوان انفراد، هذه هي علاقة شبكة الصحفيين باعتقال المجرد بباريس. سمعوني مزيان أخوتي، المقالة كتقول: من يكون ملتقط صورة سعد المجرد وهو مصفد اليدين، أي معمول له المنوط على يديه، أثناء توقيفه بتهمة الاغتصاب بباريس؟ سؤال ظل محيرا لأزيد من 4 سنوات على حدوث الواقعة، قبل أن تكشف عصابة الابتزاز التي تم توقيفها مؤخرا، ومن ضمنهم مديري نشر ومصور صحفي شهير عن هوية ملتقط هذه الصورة. تم توقيف مؤخرا الناس اللي من ضمنهم مديري نشر ومصور صحفي، هاد الناس هادو اللي هما معروفين اخوتي، واللي الكثير من اليوتيوبرز هضروا على القضية ديالتهم مؤخرا اخوتي، هادوك الصحفيين اللي تم إلقاء القبض عليهم بجريمة النصب والاحتيال، كينصبوا على عباد الله وكيضحكوا على عباد الله وكيبتزوهم بمبالغ مالية خيالية، وكينتحلوا شخصيات ديال الناس واصلين، ديال الناس ضباط في الشرطة والناس ديال القانون، يعني كيكذبوا على عباد الله، كيوهموهم أنهم ناس اللي واصلين في هذه الدولة، ولكن هم مجرد صحفيين اللي كينصبوا عليهم. نكملوا أخوتي المقالة. الناس اللي متورطين في تصوير سعد المجرد هو المصور كاف سين، المصور الأسبق بأسبوعية لو جورنال الموقوفة، والذي عمل أيضا لجريدة المساء وأخبار اليوم، حيث كان ساعتها يدير موقع بابو بي الساخر المتوقف عن الصدور. كاف سين سيعترف للمحققين على ذمة القضية الرائجة حاليا والمعروفة بشبكة الابتزاز والنصب على طريقة مسلسل عادل إمام العراف. إنه ملتقط هذه الصورة كاف سين أخوتي اللي سمعتوا بالسمية ديالو مؤخرا، اللي راجت بزاف في السوشيال ميديا وتم اعتقاله وهو متلبس. إنه كاف سين هو ملتقط هذه الصورة، كما سيقر للمحققين أنه هو وشركاؤه في النصب والابتزاز، ومن بينهم الإعلامي المطلوب للعدالة السيمونة أخوتي. السيمونة يا أخوتي حتى هو مشارك مع هاد الشبكة هذه في قضية الحساب الوهمي حمزة مون بيبي. ظهر الحق وزهق الباطل أخوتي، والله والله الحمد لله التخمينات ديالنا ما كانتش غالطة يا أخوتي، كلشي داكشي اللي كنا كنقولوه منذ شهور
ظهر اليوم أخوتي ومازال عاطي يعطي كاف سين اعترف للمحققين على ذمة القضية الرائجة حاليا والمعروفة بشبكة الابتزاز والنصب على طريقة مسلسل عادل إمام العراف أنه هو ملتقط صورة ديال سعد المجرد، كما أنه أقر للمحققين أنه هو وشركاؤه هادوك الناس المدراء ديال الجرائد هما شركاء ديالو في النصب والاحتيال والابتزاز، ومعهم الإعلام المطلوب للعدالة السيمونة في قضية حساب حمزة مونبيبي. المصور الذي راكم ثروة مهمة في ظرف 8 سنوات ظل يتربص بمعية مجموعة من الأشخاص يتصيد الضحايا من رجال الأعمال والمشاهير والمنتخبين ممن لديهم مشاكل مع المحاكم المغربية من أجل ابتزازهم في الملفات المعروضة على القضاء وطلب مبالغ مالية خيالية خوتي اللي وصلت حتى 300 مليون. ظهر الحق وزهق الباطل. تحية كبيرة لجميع اليوتيوبرز، تحية كبيرة لجميع اليوتيوبرز اللي تكلموا على هذه القضية، وعلى رأسهم اليوتيوبرز تحفة شو تبارك الله عليك، كان هو أحد المفجرين ديال هاد القضية هادي، كان هو أول واحد اللي فجر هاد القضية ديال هادك الصحفي اللي كان كيكتب عليه مقالات خايبة بزاف لا عليه ولا على الوالدة ديالته. تحفة قدم به شكاية والأم ديالو كذلك قدمات به شكاية لأنه كيحط مقالات تسيء للسمعة ديالهم والعرض ديالهم. هاد الصحفي كذلك اللي هضر على الكثير من اليوتيوبرز اللي كان كيهاجمهم واحد الهجوم اللي هو خطير جدا، والمقالات راها موجوده على الجريده ديالو، هذيك الجريده اللي كانت معموله فقط من اجل الابتزاز والنصب على عباد الله، كيمشي عند الناس عند الضحايا ديالو اللي عندهم مشاكل مع القضاء وكيبتزهم كيقول لهم انا راني عميل في المخابرات وكذلك انا صحفي عندي جريده غادي تعطيني قده وقده ديال الفلوس باش نفكك من هذا المشكل وما يتمش ذكر الاسم ديالك في القضيه الفلانيه، اعطيني الفلوس وغادي نخدم معاك راجل وغادي زعما نحيد لك داك الدوسي ديالك نحيد لك داك الوسخ كامل وما غاديش نكتب عليك في الجريده وما غاديش نفضحك ونشوهك، الا ما عطيتينيش الفلوس راني غادي ندخلك للحبس بدليل انني كنعرف القضاة كنعرف وكلاء الملك عندي علاقات مع الناس اللي هم كبار في الدولة وكذلك عندي جريدة اللي الصيت ديالها مسموع وغادي نمشي نفضحك ونشوهك مع الناس. والضحايا ديالو يعني كيكونوا في ورطة، يعني ما كيعرفوش كيفاش يتصرفوا، كيكونوا ديك الساعات بين نارين، بين نار هذاك المبتز والاموال الطائله اللي كيطلبوه اللي كيطلبها منهم، وكذلك بين نار الشكايات والقضاء والبوليس والفرقه الوطنيه، يعني ما كيكونش عندهم خيار اخر من غير انهم يعطيوه الفلوس. الى ان جاء احد رجال الاعمال المعروفين جدا بالمغرب هو اللي يعني ابتزوه ريشوه مزيان دوروه فيما بيناتهم حتى وصل مبالغ ماليه طائله، السيد ما بقاش قادر يصبر وهو اللي مشى فجر هذه القضيه ومشى شكا بهم وفعلا عمل واحد الكمين بمساعدة الشرطة وعطاهم يعني سلم لهم هذاك المبلغ في أحد الأماكن، ومنين هم شدوا هذاك المبلغ فوقفوا عليهم البوليس وشدوهم متلبسين. الحمد لله الحمد لله أخوتي، تحية كبيرة للقضاء المغربي، تحية للسلطات، تحية للفرقة الوطنية، تحية للشرطة القضائية اللي قاموا بالواجب ديالهم وقبطوا هاد الشبكة الإجرامية الخطيرة اللي وصلت زعما الصدى ديالها بزاف بزاف، يعني ابتزوا رجال اعمال ابتزوا مشاهير منتخبين يعني كانوا كيريشوا عباد الله، ومن بين الضحايا ديالهم هو الفنان سعد المجرد. سعد المجرد اخوتي اخيرا العصابه قرات انهم وهم اللي مورا
التصوير ديالهم هما اللي عملوا ليه داك الكمين، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. احنا دائما كنا كنحسوا ان سعد المجرد بريء، ان سعد المجرد ضحيه، ضحيه خوتي ديال حمزه مون بيبي. وفعلا اخوتي كلامنا كان صحيح، كلامنا كان في محله، كلشي كلامنا ما كناش كنكذبوا فيه وما كناش كنتبلاو على عباد الله. ها هو هاد الصحفي المصور اخوتي قر للفرقه الوطنيه انه هو وشركاؤه اللي من بينهم سيمونا خوتي هما من وراء هذاك الصورة اللي تحطات على سعد المجرد في حساب حمزة مون بيبي. إن شاء الله أخوتي عندما يظهر مستجدات جديدة فغادي نجيبها لكم أخوتي، ودائما بالإثبات والبرهان ومن الجرائد اللي هي موثوقة واللي من بينهم الجريدة 24 هي اللي كتبت هذه المقالة أخوتي، وكنقلها لكم. أنا فرحانة أخوتي لأنه الحمد لله ظهرت البراءة ديال سعد المجرد، وإن شاء الله مازال عاطي يعطي. بغينا أخوتي أن الفرقة الوطنية تبحث مزيان في هذه القضية باش يوصلوا إن شاء الله جميع عناصر هذه الشبكة الخطيرة أخوتي. حتى واحد فيهم ما يفلت من العدالة، كيف ما بغى يكون مرأة ولا يكون راجل، بغيناهم كاملين أخوتي ياخذوا العقاب ديالهم. وكنتمنوا أن سيمونا خلاص يجي للمغرب باش ينال حتى هو العقوبة ديالو. كنشكركم أخوتي على حسن المتابعة، نتلقى إن شاء الله في موضوع جديد. السلام عليكم أحبتي في الله، شكرا على تتبعكم وحضوركم الكريم. نتلقوا إن شاء الله في موضوع جديد وفي فيديو جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.